السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مناع النفقات الأولية التي يتحملها الناس في جميع أنحاء العالم. الأمر بسيط للغاية. الطعام والملابس وأماكن الإقامة ووقت الإجازة والاحتياجات الصحية والنقل. ومع ذلك هناك أيضا تلك الفئة الغامضة التي تسمى أخرى. وفقا للبحث، ينفق الشخص العادي مبالغ ضخمة سنوية على أشياء لا يحتاجها حقا، وهذا يعني أن نفقات الأشياء غير الحيوية ينتهي بها المطاف بأن تكون جزءا لائقا من ميزانيتنا. وإذا تخلصنا منها فيمكننا توفير المال لعمليات الشراء الكبيرة، وذلك مثل شراء العقارات أو الذهاب في عطلة مرغوبة. هناك بعض النقاط في قوائم الشراء الشائعة عثر على عناصر لا تستحق حتى الأموال التي تنفق عليها. استخدام مستحضرات التجميل لمرة واحدة. كم عدد الأنابيب في حقيبة التجميل التي تم استخدامها مرة واحدة فقط؟ ظلال عيون قرمزية وأحمر شفاه أسود ولمعان أرجواني إلى آخره. على الرغم من أنها تبدو مشرقة وجذابة عند شرائها، ولكن في الواقع لا يمكن استخدامها في الحياة اليومية. قبل إجراء عملية شراء أخرى لحقيبة مستحضرات التجميل، اسأل نفسك: هل سأستخدم هذا العنصر مرتين على الأقل في الأسبوع؟ على الرغم من أن الأمر يبدو مفاجئا، إلا أن شراء مستحضرات تجميل باهظة الثمن ومدروسة جيدا يمكن أن يساعد في توفير الميزانية، في حين أن عادة الاستيلاء على كل ما تراه حتى لو كانت رخيصة تستنزف محفظتك. لعب باهظة الثمن للحيوانات الأليفة لسوء الحظ. ينطبق القانون التالي أيضا على الحيوانات الأليفة، ففي معظم الحالات كلما كانت اللعبة أكثر تكلفة كلما قل الاهتمام بها. من المحتمل أن تتجاهل قطتك تكوين كرة غريبة وستشعر بالخوف من فأرة يتم التحكم فيها عن بعد، ولكنها ستشعر بالحماس عند رؤية ورقة مجعدة أو غطاء زجاجة عادي. سوف ينخر كلبك بكل سرور على أي لعبة جديدة، لكنه سيعتني بالأرنب المحشو القديم الذي اعتاد على النوم معه منذ الجراء. إذا كنت ترغب في جعل حيوانك الأليف سعيدا حقا، فما عليك سوى الانتباه إليه. المعدات الرياضية. هل أنت مصمم على العمل بانتظام؟ لا تتسرع في شراء معدات رياضية عصرية للغاية لأمراض القلب. تظهر الممارسة أنه في معظم الحالات سيجمع الغبار على الشرفة أو في غرفة النوم، ويصبح طريقة جديدة لتعذيب نفسك. إذا كنت تريد اختبار حماسك، قم بالتسجيل في صالة الألعاب الرياضية لمدة شهر واحد. هل أنت شخص لا يريد مغادرة المنزل للعمل؟ هذه ليست مشكلة. احصل على حزام مطاط أو الدمبل، بالكاد يشغلون أي مساحة. بالنسبة لممارسة التمارين الهوائية، طور متابع اللياقة البدنية العديد من الروتينات التي لا تتطلب أي معدات، وحيث يتم حرق الدهون بشكل أقل نشاطا. العناصر الداخلية الخاطئة. عندما تجد نفسك في متجر للأجهزة، فإنك دائما ما تميل إلى شراء هذا الرف اللطيف أو الكرسي بذراعين أو تلك الستائر اللطيفة. خذ نفسا عميقا وتوقف عن فعل ذلك، فعند العودة إلى المنزل من المحتمل أنك ستدرك فجأة أنه لا توجد مساحة لهذا الرف، وأن هذه الستائر لا تتناسب مع الجدران ولا تسمح بدخول الضوء، في حين أن الكرسي بذراعين لا يتناسب مع الزاوية الضرورية. قبل شراء عنصر داخلي جديد، فكر في سبب حاجتك إلى هذا الشيء وما هي الوظائف التي سيؤديها، وما إذا كان سيجعل حياتك أكثر راحة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا تضع المال على عنصر سينتهي به المطاف في منزلك الريفي؟ المشتريات أثناء الإجازة. ربما أصبت بضربة شمس، هذا ما نفكر به عند تفريغ حقائبنا. مظلة بلون أخضر وقبعة غريبة ذات ريش ممزق ومجموعة من الحلي. هناك الكثير من الأشياء غير الضرورية التي نعيدها من العطلة. من الصعب تصديق أنهم سوف يسددون الأموال التي تنفق عليهم. هل أنت من لا يستطيع تخيل رحلة بدون تسوق؟ اقرأ التوصيات حول الأشياء التي تستحق الشراء في البلد الذي تتجه إليه، وقم بعمل قائمة بالأشياء
التي تريد شراءها حقا، حتى إذا كانت تكلفة المحفظة الجلدية تكلف ما يقرب من عشاء في مطعم مع 3 نجوم فستخدمك لسنوات عديدة، في حين أن جرة الكاري التي تم شراؤها بشكل متهور على أمل إنجازات الطهي المستقبلية ستموت بشكل غير مؤكد في أعماق خزانة المطبخ. مجموعة ضخمة لهواية جديدة. هل قررت أن تبدأ هواية جديدة؟ هذه فكرة مثالية. الشيء الوحيد الذي يجب أن تضعه في اعتبارك هو عدم شراء نصف المحل على أمل تشجيع حماسك. هناك دائما فرصة لأنك ستفقدها بعد أن أدركت أنها ليست كوب الشاي الخاص بك. علاوة على ذلك، أحيانا ما تربطنا الكثير من الخيارات ولا نعرف كيفية إنهاء المرحلة الأولى من الهواية. عندما تبدو المرحلة الثانية أكثر إثارة للاهتمام، ابدأ بالأشياء الصغيرة، الورق وأقلام الرصاص والألوان المائية للفنون. انتهت أوقات العجز ويمكن شراء الأشياء التي تحتاجها في أي لحظة. لا تصبح الهامستر الذي يخزن كل شيء في أعماق درج غير المرغوب فيه. لعب محشوة. ليس الأطفال فقط من يتحمسون للألعاب المحشوة، ويمكن لكل واحد منا أن يعترف على الأرجح بأنه كان لدينا لعب أحببناها ولدينا ذكريات دافئة عنها. بقية الحيوانات المحنطة جمعت الغبار، أصبحت غير مثيرة للاهتمام بعد عدة أيام من الشراء، وشعرنا بالشفقة عند محاولات التخلص منها. إذا كان منزلك يفتقر إلى الدفء، احصل على وسادات وأغطية ناعمة ستجعلك تشعر بالراحة العقلية والبدنية، وعلاوة على ذلك فإن التخلص منها لن يسبب مشاعر ثقيلة وحزينة. المعدات الرياضية الخارجية من غير المربح للغاية. شراء دراجة أو حذاء تزلج لاستخدامها مرتين فقط في السنة. هناك العديد من خيارات التأجير لمجموعة متنوعة من المعدات في الحدائق الحديثة. سيكون أرخص بكثير من شراء عنصر سيشغل مساحة فقط في منزلك. إنه شيء مختلف تماما. إذا كنت تقود دراجة للوصول إلى العمل، في هذه الحالة هذه هي الطريقة المثلى لتوفير المال من خلال عدم إنفاقها على وسائل النقل العام، وكذلك جلب المزيد من النشاط إلى حياتك. الملحقات الإلكترونية. مع التطور الحديث للتكنولوجيا يتم تحديث الأدوات باستمرار بالإضافة إلى الإضافات إليها. لهذا السبب انتهى جهاز تم شراؤه حديثا إلى الاستلقاء عن رف، لأنك بدأت في الاستماع إلى الموسيقى على هاتفك. لم تعد بحاجة إلى لوحة المفاتيح اللاسلكية، لأنه عندما تجلس معها على الأريكة لن تتمكن من رؤية الشاشة على أي حال. قبل اتباع إغرائك اسأل نفسك، هل أحتاج حقا إلى هذه الأداة؟ في كثير من الأحيان لم تنكسر عناصرنا القديمة حتى الآن وتؤدي جميع الوظائف الضرورية بشكل مثالي. هل سبق لك أن قمت بشراء مشتريات ندمت عليها؟ شاركنا ذلك في التعليقات.